السلام عليكم. هنا رانا نشوفوا في الاشغال نتاع مركز تجاري في قلب مدينه الجزائر العاصمه، وهو في الحقيقه كانت بنايه تم هدمها، وبناء هذا المركز التجاري اللي ان شاء الله يراعي الخصوصيه نتاع المدينه نتاع الجزائر، يكون حتى او حتى يعني ولو يعني البناء في ناحيه الهندسه المدنيه يعتبر بسيط جدا، لكن ننتظر ان تكون فيه يعني ديكورات خارجيه اللي تتناسب مع النمط المعماري تاع مدينه الجزائر العاصمه. اكتفي بهذا الوصف والسلام عليكم.